بسم الله الرحمن الرحيم. طلب السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف 19/12/2019، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الأحد المصادف 22/12/2019 بكامل أعضائها، وأصدرت القرار الآتي. وضع الطلب المدرج صيغته في أعلى موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2019، وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25/3/2010 بالعدد 25 اتحادية 2010، والذي أكدته بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11/8/2014 بالعدد 45 تاء قاف 2014، ومضمونهما أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا الواردة في المادة 76 من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس، وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور وخلال المدة المحددة فيها. وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفا في تفسير المادة 76 من الدستور وبيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا. وحيث أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا بات هو ملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور، وحيث أن المحكمة إحدى مكوناتها وفقا لأحكام المادة 89 من الدستور، فإنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها، وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين آنفا المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة 76 من الدستور وفقا لما ورد فيهما، وصدر القرار هذا بالاتفاق باتا وملزما استنادا لأحكام المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019.